بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين والعاقبة للمتقين. أيها الإخوة أيتها الأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. هذا هو اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك، لا زال أبواب الجنة مفتحة إليكم أيها الإخوة، أيها الصائمون، أيها العاملون، أيها الداعون إلى الله. لا زال نداء السماء ينادينا ويطالب منا أن ندخل أبواب الجنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن للجنة بابا يدعى الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. فالجنة تحتفي وتهلل للصائم المزكي الذي قضى هذا الشهر المبارك بالصيام والدعاء والقيام. لا زال الحديث أيها الإخوة حول التربية الإسلامية وبناء الشخصية وبناء المواهب الإنسانية. لا زال الحديث يدور حول كيف نبني أنفسنا وكيف نستثمر هذا الشهر الكريم في بناء أجزاء شخصيتنا التي خلقها الله تبارك وتعالى. تحدثنا حول بناء الروح بالأمس، كان الحديث حول تربية الروح، وقد ذكرنا وبينا حاجتنا إلى الذكر وإلى القدوة الصالحة وإلى صلاة النوافل في بناء الروح. واليوم سنركز الحديث حول بناء النفس. هل هناك فرق بين الروح والنفس؟ نعم أجل، بالرغم من أن البعض فسروا النفس بالروح والبعض الآخر فسروا النفس بالشخص، الشخص الإنساني سواء كان ذكرا أو أنثى، لكن كان لابد أن نبين بأن هناك فرق بين النفس والروح. لعل النفس هي المجال، مجال الاتصال بين الروح والجسد، هذه المنطقة، منطقة الاتصال بين الروح والجسد، ينشأ عندنا النفس من اختلاط الروح بالماديات، ماديات الإنسان اللي هي نوازعه، ميوله، حاجاته، رغباته، شهواته، هذه كلها نتيجة هذا التماس، هذا الارتباط بين الروح والجسد. هذه المنطقة، منطقة الاتصال، هذه المساحة تسمى بالنفس. ولكل إنسان طبيعة، فإذا النفس تتحدث عن الطبيعة، الطبيعة البشرية. هناك نفس إنسانية، هناك نفس حيوانية، وهناك نفس نباتية، ولكل إنسان طبيعة خاصة. هناك إنسان منفتح، تقول هذه نفسيته منفتحة، وهناك إنسان آخر منغلق، هناك شخصية عدوانية، هناك شخصية استبدادية. هذا التنوع في النفوس منشأه هذه الرغائب وهذه الميول. قوة الميول وقوة هذه الشهوات والدوافع النفسية
التي لها حديث مفصل إن شاء الله. قوة هذه الميول والرغبات ينشأ منها طبيعة الإنسان، الطبيعة العدوانية، الطبيعة الاستبدادية، الطبيعة المنفتحة، الطبيعة الهادئة، الطبيعة المسالمة، تنشأ من هذه النوازع عندما تتفاعل هذه الطاقات وهذه النوازع. وهناك منظم سنأتي إليه إن شاء الله في أيام القادمة، الذي هو العقل والقدرات الجسدية أيضا تتحكم بهذه النوازع والميول، ينشأ منها ما نسميه بالنفس. والقرآن الكريم نجد فيه أوصاف للنفس، أنواع. هناك نفس اللوامة التي تلوم الإنسان على كل عمل يقوم به إذا كان عملا منحرفا، وهناك النفس المطمئنة الواثقة بنفسها، هذه النفس المطمئنة التي تذهب إلى بارئها سبحانه وتعالى، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي، هذه النفس يأتي النداء تدخل الجنة مباشرة، هذه أيضا نفس. وعندنا النفس الفاجرة، هذه النفس المملوءة بالرذائل، مجموعة من الميكروبات والجراثيم النفسية، مجموعة بؤرة للفساد والمفاسد، هذه النفس أيضا النفس الفاجرة، النفس المذمومة. هذه أوصاف القرآن للنفس. فإذا النفس هي الطبيعة البشرية التي يمتلكها كل إنسان منا، ولذا نجد أن علماء النفس عرفوا النفس بأنها مجموعة الخصائص الشخصية والقدرات غير الملموسة التي تميز كل شخص عن الآخر. هناك، وهذه طبعا نستطيع أن نلاحظ ذلك في مجتمعاتنا، هناك نفس منفتحة، هناك نفس شديدة، هناك نفس هادئة، هناك نفس طيبة كريمة معطاء، هناك نفس منغلقة لا يصدر منها إلا الشر. هذه النفوس هي نتيجة اتحاد الروح مع الجسد، هذا المكان الذي يتحد فيه الروح مع الجسد، هذا منطقة الاتصال تجمع بين نوازع الجسد وتطلع الروح، بين النفخة الإلهية التي هي من روح الله سبحانه وتعالى، وبين هذه الحفنة من التراب، هذه الحفنة التي تكون الجسد، الجسد البشري الفيزيقي. ولذا كان لابد لنا أيها الإخوة أن نسيطر على النفس، لأن هناك طاقات في النفس، هذه الطاقات ممكن أن تعمل عمل الخير وممكن أن تعمل عمل الشر أيضا، ممكن أن نفجرها في الخير، في البناء، في الإعمار، في التعاون بين الناس، في عمل الخير، في بناء المشاريع، وممكن أيضا أن توجه نحو الشر فتتحول إلى منبع للشر. ولذا الشاعر البوصيري يقول: والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فإذا النفس بحاجة إلى من يقودها، شبه هذا الشاعر بأنها كالطفل، والطفل بحاجة إلى مرشد
كذلك النفس بحاجة إلى مرشد. نعم، نأتي إلى هذه الطاقات التي تكون النفس، هذه الرغبات، الحاجات، الغرائز وما أكثرها، هذه في صعود وهبوط بين حب وبغض، فيها تناقض، مجموعة من الغرائز المتناقضة بين الحب والبغض، بين الكرم والبذل والبخل، بين التهور والجبن والشجاعة، مجموعة من الغرائز هذه بحاجة إلى من ينظمها، بحاجة إلى من يتكفل بتنظيمها وترتيبها والتنسيق بينها حتى تعطي أكلها خيرا، وإلا تتحول إلى مواطن للشر. في البداية هذه الطاقات الله تبارك وتعالى أودعها لدى الإنسان من أجل الخير، هذه طاقات خيرة في بداية الأمر، إنها طاقات خيرة أودعها الله من أجل هدف كبير، وهذا الهدف هو كما تعلمون هو عمارة الأرض، خلافة الأرض، هذه المهمة التي بعث الله البشر من أجلها، لابد أن يهيئ الإنسان إلى هذه الخلافة، لابد أن يهيئ البشرية إلى أداء هذه المهمة، فأودع في هذه الطاقات التي يحتاجها وهي موجودة فيه، فإذن هي طاقات خيرة. ولذا الإشارة القرآنية: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الله تبارك وتعالى خلق الإنسان بأحسن صورة، بأفضل صورة، خلقه وخلق فيه هذه الطاقات للخير وليس للشر، ثم رددناه أسفل سافلين. عندما أهمل الإنسان هذه الطاقات ولم يعتني بها، بل تجبر وتكبر وتجاوز على قوانين الله سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى أرداه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا. لماذا إلا الذين آمنوا؟ لأن هؤلاء الذين آمنوا لم يكن لهم فقط جسد، كان لهم جسد، كان لهم روح، كان لهم عقل، هذه الأجزاء الأربعة اشتركت في بنائه، في بناء الإنسان، لم يكتفي ببناء جسده ملبيا شهواته فقط، بل أيضا فكر بالروح، اعتنى بالروح، بنى الروح وبنى النفس، ولذا أصبحت هذه الطاقات منظمة مرتبة، بحيث أنه لا تخلق مشكلة للإنسان. نعم، إذن نحن بحاجة أيها الأخوة إلى تربية النفس وبنائها، وإلا إذا تركنا النفس على حالها سينطبق علينا كلام البوصيري: والنفس كالطفل إن تتركه، نعم، شب على حب الرضا، يبقى على رضا الأم حتى لو بلغ عمره 10 سنوات، وإن تفطمه ينفطم. فإذا لابد من قرار، لابد من إرادة تتحكم بهذه الشهوات، بهذه الحاجات والرغبات، اللي هي مجموعة من الشهوات التي ذكرها الله تبارك وتعالى. زين للناس حب الشهوات، شيء طبيعي، لأن بهذه الشهوات، بهذه الرغوات، يستطيع الإنسان أن يعمر الأرض، يستطيع الإنسان أن يبني أسرة،
شريفة، ويبني مجتمعا، ويبني أمة مزدهرة، ويبني حضارة بهذه الطاقات التي أودعها الله في داخل كل واحد منا. ما هو الطريق إلى تربية النفس؟ لابد من 3 أمور حتى نستطيع أن نربي أنفسنا، لابد أن نخطو 3 خطوات. الخطوة الأولى التصالح مع النفس. بعض الأخوة أيها السادة عنده معركة مع نفسه، لا يحب، يكره نفسه، يشمئز عندما ينظر إلى نفسه، يشمئز من نفسه. نعم، أكو هكذا رجال وهكذا نساء، يشمئز. وهذا طبعا هذه الحالة، حالة العدوانية مع النفس، ستؤدي في يوم من الأيام لا سمح الله إلى الانتحار، وأقل من الانتحار أمراض نفسية، ومنها الكآبة. هذه الكآبة هي نتيجة عدم المصالحة مع النفس، عدم رضا النفس. الإنسان لا يرضى عن نفسه، ما يرتاح لنفسه. فإذا لابد في بداية الأمر أن نتصالح مع هذا الموجود الذي هو في كياننا، بعد أن تعرفنا عليه. قبل أيام تحدثنا حول معرفة النفس، عندما تعرفنا عليه الآن علينا أن نتصالح مع هذا الموجود، على ما هو موجود. نتصالح مع نفوسنا، هذه النفوس التي أودعها الله تبارك وتعالى، ممكن أن تكون خيرة، ممكن أن تكون شريرة. فإذا أردنا أن نخطو الخطوات في تربية الذات، في تربية النفس، أولا المصالحة مع النفس، أن نثق بأنفسنا، أن نحب أنفسنا، أن نترك كل الأفكار الأفكار السلبية، الأفكار التشاؤمية التي في أذهاننا عن أنفسنا. المصالحة مع النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يطلب من الله تبارك وتعالى، يقول: اجعل سريرتي خيرا من علانيتي. سريرتي يعني هذا النفس الداخلية. اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحة. إذن هناك تكامل بين العلانية والسرية. مع الأسف الكثير منا تعود على النفاق حتى مع نفسه، ينافق نفسه. له 4 أوجه وليس وجهين. يكذب على نفسه، في داخله وحش كما ذكرنا قبل أيام، وهو يحمل مظهر الحمل الوديع، الإنسان المسالم، الإنسان المحبوب، لكن هو وحش مفترس، وحش قاتل، هذه النفس. فلا بد من الصراحة، لا بد أن نكون صادقين مع أنفسنا حتى نستطيع أن نربيها تربية صالحة، قبل أن نربي أبناءنا، قبل أن نربي المجتمع، المعلم قبل أن يربي تلاميذه عليه أن يربي نفسه، الأب قبل أن يربي أبناءه عليه أن يربي نفسه، تربية الأم التي تريد أن تربي أبنائها عليها أن تربي نفسها قبل كل شيء. ما هو الطريق إلى التربية؟ أولا التصالح مع النفس، أن نكون
رفيقا مع أنفسنا، نتقبل ما موجود في أنفسنا ثم نحاول أن نغير. الأمر الثاني المراقبة بعد التصالح، المراقبة. دائما هناك دوربين، هناك عدسة موجهة إلى داخلنا، ليس عدسة التي تضعها باب بيتك. جيد، عدسة تضع باب بيتك حتى ترى من يأتي، من يذهب، من يطرق الباب. عليك أنت أيها الأخ العزيز بحاجة إلى عدسة في داخلك، ينظر دائما إلى مداخلك، ماذا تريد؟ ما هي القوة المؤثرة في نفسك؟ ما الذي يصعد؟ هل هو الحب أم البغض؟ أيهما يحرك كيانك؟ لا بد من عدسة، لا بد من محاسبة يومية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، قبل أن يحاسبنا الله تبارك وتعالى الحساب العسير، علينا أن نحاسب أنفسنا. والإمام الكاظم سلام الله عليه قال: ليس منا من لا يحاسب نفسه كل يوم، كل يوم. هل نقوم بهذا العمل؟ هل نحاسب أنفسنا كل يوم؟ لماذا المحاسبة كل يوم؟ لأنه فإن عمل حسنا استزاد الله، إذا عمل حسنا في اليوم الثاني يزيد نسبة هذا العمل، إذا كان 10% يزيده 20%، وإن عمل سيئا استغفر الله. مو مشكل، اعمل. الإنسان خطأ، كل بني آدم خطاؤون، ويصدر الخطأ منهم ويصدر الذنب منهم، لكن عليك أن تستغفر حتى تضع حدا للذنوب، وتضع حدا للسيئات حتى تمحي هذه السيئات وتقف بوجهها. عليك أن تستغفر. فإذا مراقبة يومية، مراقبة يومية، ولا بأس قبل أن تنام تأخذ ورقة وقلم وتكتب ما قمت به في ذلك اليوم من أعمال، أعمال سيئة تذكرها خانتين، تضع على الصفحة خانتين، خانة للأعمال الخيرة وخانة للأعمال السيئة. أعطيت مالا لفقير، ساعدت إنسانا محتاجا، هاي في أعمال الخيرة. وفي الأعمال السيئة غتبت إنسانا، شتمت إنسانا، تعصبت لغير الحق، إذا لم تكتبهن فستجد في كل يوم حسناتك تزداد وسيئاتك تقل، ويوم القيامة عندما تذهب إلى الله تبارك وتعالى حسابك مفتوح واضح، لست بحاجة إلى من يحاسبك، لأن هذه أعمالك تقدمها إلى الله تبارك وتعالى، وتعرف أنك من أهل الجنة. كيف تعرف أنك من أهل الجنة؟ إذا قمت بهذا العمل، صدقوني أيها الإخوة، إذا قمتم بهذه الخطوة المحاسبة اليومية، المحاسبة مع الصدق في المحاسبة والشفافية في المحاسبة، قائمتين الحسنات والسيئات، الحسنات تضعها في خانة والسيئات في خانة، ستجد في كل يوم الحسنات تزداد والسيئات تقل، ويأتي يوم إن شاء الله تكون حسناتك مملوءة وسيئاتك ممحية لا وجود لها. وهذا هو مبتغى الإنسان، أن يذهب إلى الله مبيض الوجه. ونحن لا نعلم في أي لحظة نذهب إلى الله، ممكن
بعد لحظات ويحدث شيء يأخذنا إلى الله تبارك وتعالى. فهل أعددنا للآخرة؟ هذا هو الطريق، هذا الطريق الذي يستطيع الإنسان أن يصل به إلى الجنة وواثق من نفسه بأنه من أهل الجنة. الكثير يخشى الآخرة لأنه لا يعلم أين مصيره. إذا قمت بهذا العمل ستعرف مصيرك. الأمر الأخير والثالث الذي من موجبات من ضروريات تربية النفس والتهذيب، تهذيب هذه الطاقات الذي يسمى بتهذيب النفس. هناك كتب، هناك أحاديث، هناك روايات، آيات قرآنية في تهذيب النفس كثيرة جدا. التهذيب، ما معنى التهذيب؟ تهذيب تحاول أن تقلل من السلبيات وتزيد من الإيجابيات، سلبياتك تنقلها إلى خانة الإيجابية. الطاقات، طاقة الحب، الحب طاقة، بدل أن تكون هذه الطاقة في خانة الشر، هذه الطاقة تنقلها إلى خانة الخير. الخير، البشر له طاقات، هاي الطاقات ننقلها من خانة الشر إلى خانة الخير، من السلبية إلى الإيجابية. هذا هو التهذيب، تهذيب الإنسان. وبهذه الطريقة تتحول طاقاتك إلى طاقات إيجابية مؤثرة فاعلة في المجتمع، مؤثرة في سلوكك، وهذه هي عملية التهذيب. وهذا طبعا يوصلك إلى التربية الحقيقية. في هذا الأمر، في التهذيب، نحتاج إلى 4 3 أمور. أول شيء العلم. الإنسان لازم يميز بين الشر والخير، طاقات الخير وطاقات الشر، عليه أن يميز بينهما. هذا يحتاج إلى العلم. أولا تحتاج إلى العلم، نعم، وتحتاج أيضا إلى الصبر، لأن هاي الطاقات السلبية قوية جدا، الشهوات قوية، تدفع الإنسان بقوة، بجنون، وربما بدون اختيار تدفعه إلى عمل الشر، سواء كان في الغرائز أو في الميول الاجتماعية. فإذن بحاجة إلى العلم، بحاجة إلى الصبر في مواجهة الطاقات السلبية، وبحاجة إلى شيء ثالث هو التسامي. التسامي بنقل هذه الطاقات السلبية من المجال الشرير، من مجال السلبي إلى المجال الإيجابي. هنا حققنا ما نصب إليه، وهو التكامل والتربية الإسلامية. مو مهم بعد رضا الناس، رضوا عنا أو لم يرضوا عنا، لأن رضا الناس غاية لا تدرك، وإن رضا الله غاية لا تترك. فاترك أيها الأخ ما لا يدرك، وأدرك ما لا يترك. والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.